وهتقول هل هناك في كتاب القديس أثناسيوس الرسول إلا ما يشير إلى فكر التأليه الإنسان؟ كلمة تأليه يعني له الصفات اللاهوتية لا يمكن يقبلها أحد إطلاقا، ولا يمكن أن تنسب لأحد من الآباء، لأن ما نقدرش نقول إن الإنسان موجود في كل مكان والإنسان عارف الغيب وعارف المستقبل والإنسان إلى آخره. جورج بعد ما وقع في الحكاية دي قال لا أنا لا أقصد هذا المعنى، وأنا قلت أكثر من كده، الإنسان اللاهوتي يقصد ما يقول ويقول ما يقصد. ما يقدرش واحد لاهوتي يتكلم ويقول أنا ما أقصدش. ثم أيضا في كتابه أثناسيوس استخدم كلمة شركة في اللاهوت، ده تعبير مرعب. وبعدين يتكلم كتير عن الشركة في الطبيعة الإلهية. الكتاب المقدس ما قالش الشركة في الطبيعة الإلهية، الشركة الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد، يعني الطبيعة الإلهية تشترك معنا في العمل، تشترك معنا بالنعمة، تشترك معنا بالمعونة، تشترك معنا بالعمل فينا، زي ما يقول شركة الروح القدس تكون مع جميعكم، يعني تشترك معه في العمل، زي ما بنقول في الأوصية اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح، غير شركة في الطبيعة. وأكثر من شركة في الطبيعة يقول شركة في اللاهوت، شركة في اللاهوت. هذا الكلام موجود في كتابه في صفحة 159 و214 و216، يقول شركة في اللاهوت. ازاي يبني شركة في اللاهوت؟ انت بتشترك في اللاهوت؟ وانا كتبت الكلام ده في مجلة الكرازة، لعلكم ترجعوا كاتب بالصفحة مكتوب موجود في ايه، شركة في اللاهوت، كلام لا يقبله احد. الكلمة دي لوحدها كانت كافية تخرجوا من المسيحية كلها.